تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك امرأة صالحة يأتي من يوقظها في المنام كل يوم في جوف الليل لقيام الليل، فهل يعد هذا من كرامات أولياء الرحمن أو من الشيطان؟ لا، هذا ليس الشيطان ما هو موقظة للصلاة، لكن ربما أن هذا يعينها الله جل وعلا به، الله يعينها بذلك. نعم.